يكون راجع الكود تاني بعد. ده طبيعي، ده طبيعي جدا يعني، ده طبيعي، طبيعي جدا جدا كمان. وده السبب اللي مخليني يعني ده السبب الرئيسي اللي مخليني اوريدي عامل الكود كمكتوب. يعني لو انتوا بصيتوا على جيت هاب زي ما بعت لكم اللينك، انا عامل الكود مكتوب رفعه على الجيت هاب بسبب ان اوريدي انا عارف ان دي حاجه ممكن تلوز انت التراك بتاعها، او ممكن تبتدي ان انت يحصل تراك تبقاش عارف تكتب حاجه معينه او كده، فده طبيعي جدا. فذات سؤال ان انت محتاج يبقى معاك اللينك ده. لو انت مش معاك اللينك دوت خليني ابعته لك برضه في الشات بحيث يبقى ما تقعدش تدور عليه. حلو. المفروض دلوقتي احنا خلاص شفنا الرياكت هوكس، وشفنا ازاي احنا بنستخدمها، وازاي ان احنا بنتعامل معاها. شفنا ازاي بنستخدمها، وشفنا احنا ازاي بنتعامل معاها. لو انت جيت بصيت هنا، لما نيجي نخش مثلا في خلينا نعمل ريفرش، لو جينا نخش هنا للونا مثلا فور اكزامبل، لقينا ان هو راح جايب البت. لو احنا خدنا كده الجميل ده وجينا فتحناه كده، هنلاقي ان هو بيريتير جيسون، او بيريتير داتا. الداتا ديت هي اوريدي لونا وديسكريبشن بريتس، بس في هنا array of data، في هنا array of images. طيب ازاي اعرض ال array of images دي؟ تعالى لي هنا بقى في الكومبوننت، اقفل لي بقى كل العبث ده. تعالى لي هنا في الكومبوننت واقول له بعد اذنك انا عايز اكريت نيو كومبوننت. الكومبوننت دوت هنسميه سلايدر، هنسميه كرسي مثلا. كريت يا حبيبي كرسل دوت جي اس اكس. تعالى لي هنا اقول له لو سمحت بقى المره دي، المفروض احنا كنا بنقول له لو سمحت كونست كرسل ايكوال، ونقول له فانكشن. الفانكشن دي بالنسبه لي هتبقى بتريترن مثلا ديف معينه، او بتريترن اتش 1 فور اكزامبل، وفيها كرسل. واجي اقول له هنا اكسبورت ديفولت كرسل. هي اللي. فدلوقتي لو انا جيت بصيت هنا على الكرس اللي انا اوريدي هستخدمها في انهي بيج، هستخدمها في الديتيلز بيج. يعني اوريدي انا هبتدي استخدم الكرس ديت في الديتيلز بيج، او في البت بيج بمعنى صح. لو انا جيت فتحت هنا البت هلاقي ان انا اوريدي ديت انا بعرض البت بالنسبه لي، ولكن انا عايز ابتدي بقى استخدمها. هستخدمها فين؟ ممكن البيت ديت هي بتعرض الانفورميشن عن البيت، وممكن الديتيلز بيتش اجي هنا بكل بساطه اقول له قبل الاتش 1 ضيف لي الكومبوننت اللي هي اسمها كارس. طب الكومبوننت اللي اسمها كارس ديت محتاجه بروكسي ايه؟ ايمجز مثلا، لان انا المفروض اباصي البيت دوت ايمجز ايا كانت ده ايه. فلو انا جيت بصيت هنا على البروكسي بتاعتي، جيت ابص على البروكس قلت له لو سمحت اعمل لي كونسول دوت لوج البروكس، وجيت هنا بصيت على الحاجه لقيت كارس جميله وحلوه وبسمسم وما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي تمام. ولكن احنا ديت معموله كفانكشن كومبوننت، ديت معموله كفانكشن كومبوننت. في انذر تايب كنا اتكلمنا عنه وقلت لكم ان انا هقوله لكم اسمه الكلاس كومبوننت. عشان نكرييت الكلام ده ودي خلينا نكتب ديت بقى كارسل فانكشن كومبوننت بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين. يعني انا كرييت السطرين اللي انا عملتهم دول يوزنج الكلاس كومبوننت، فبقول له لو سمحت انا عايز اكرييت كلاس. الكلاس دوت بقول له اسم الكومبوننت بتاعتي. طيب الكلاس ده هو انا عايزه يبقى رياكت كومبوننت، فبخليه يكستند الكومبوننت الكلاس اللي هي اوريدي بروفايدد من رياكت. جميل كده. فدي اول فرق، ان انا مش بتبقى فانكشن، لا بيبقى كلاس بيكستند الكومبوننت كلاس.
عايزه ريتيرن وكونسولت لوج بروبس عشان ترندر حاجه او ترندر جي اس اكس فيه بلس كومبوننت، فانت بتوفر رايد ميثود اوريدي هي موجوده او معمول لها اكستند من الكومبوننت كلاس اللي هو بروفايدد من الرياكت اسمه رندر، وتريتيرن اتش 1 فيرست. فلما اجي ابص هنا كده لقيت ان هي اتعرضت زيها زي ما هي، يبقى اضطريت اكتب كل ده عشان اعمل دول بس. عايز كونسول دوت لوج البروبس، فباجي برضو في الريندر وبقول له بعد اذنك كونسول دوت لوج البروبس، فلقيته بيقول لي ان البروبس بتاعتي هي ان ديفاين. البروبس بتاعتي هي ان ديفاين. ليه البروبس بتاعتي ان ديفاين؟ لان مش من الطبيعي ان انا اكتب كده حاجه في الكلاس من غير ما يبقى هي اصلا الكلاس فاهم هي دي بتتكلم في ايه. فانت تقصد تقول البروبس بتاعت الكلاس اللي اسمه كارثه. في الحاله ديت لما بنيجي ناكسس هنا اتريبيوت في الكلاس، فبقول له قبلها ذس. ذس ديت لو انا عملت لها كونسول دوت لوج كده بس عشان اشوف هي فيها ايه، وقلت له لو سمحت انسبكت ايلمنت، وبصيت على الكونسول لقيته عباره عن اوبجكت. الاوبجكت دوت هو فيه الايمجز، انا محتاج اعمل ريفرش، لقيته الذس هنا بترفلكت لي الكارسل. من الحاجات اللي فيها الكارسل فيها البروبس، فيها الستيت، فيها الريفس، فيها الكونتكست، فيها الابديتر، فيها شويه حاجات حلوه كده وبسمسم ممكن تبقى موجوده بالنسبه لك. بس من الحاجات اللي انت ممكن تكون فاميليار بيها اللي هي البروبس والستيت. الستيت دلوقتي بنال، انا انترستد في البروبس، فلما اجي هنا اقول له this dot props بالنسبه لي، واجي اقول له لو سمحت ريفريش، فلقيت ان البروبس دلوقتي فيها الايمجز، والايمجز فيها الحاجات اللي انا ممكن اكون محتاجها. يبقى انا عشان اكسس حاجه ريليتد بالكلاس فانا بستخدم كي وورد. الكي وورد انتوا المفروض كلكم تبقوا فاميليار بيها اللي هي البروبس. خلينا فور ناو اقول له لو سمحت انا عايز الايمجز اعمل لها ديستراكشرنج من البروبس. اعمل لي ديستراكشرنج للايمجز جوه هنا اللي هي من الزيس دوت بروبس دي فور ناو. طيب انا محتاج اعمل ايه بقى هنا دلوقتي؟ يعني انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج يبقى عندي كرسي، محتاج يبقى عندي كرسي، ومحتاج اخلي ان الكرسي دوت يبقى بالنسبه لي مش بس يبقى فيه بيعرض صور، لا هو بيبقى بيعرض صور وشغال، اقدر ان انا كليك واعمل فل في كل الكلام ده. فجيت قمت جاي قايل له لو سمحت بعد اذنك انا عايزك تشيل ال H1 ده خلاص، وتشيل ال functional component، الموضوع بالنسبه لي خلاص ما بقاش worth it. يعني اقول له لو سمحت انا عايز ارندر ده، واجي اقول له هنا ال dev ديت فيها class name واخد من ال CSS اسمه كرسر، واقول له بعد اذنك انا عايز المين ايمج السورس بتاعتها فور ناو. فور ناو هيبقى ال images of zero، والالت بتاعها هيبقى انيمي، يبقى ديت المين انيمي. جميل. وهكريت شويه صور صغيرين يوزنج ديف برضه، فهقول له لو سمحت ديت الكلاس نيم بتاعها كارسل سمول. السؤال هنا انا عندي اري اوف ايمجز، عايز الوب على الاري اوف ايمجز ديت اللي جايه لي من البروبس واعرضها، اعملها ازاي؟ اولا الاري اوف ايمجز اللي مش عارف هي عباره عن اري اوف يو ار الز. حد يقول لي ميادة ممكن ماب او فور اتش؟ لا مش فور اتش، فور اتش بترجع undefined، انما انا بعمل ماب عشان ريتيرن ان اري اوف جي اس اكس element، فانا مش هستخدم فور اتش، انا هستخدم ماب لان انا بريتيرن ان اري. قولي لي بقى images dot ماب. حلوة، كل مره راجع لك اليو ار ال بتاع الفوتو صح كده؟ بالظبط. هتحتاج تريتيرن ايه بقى؟ الايمج وديها السورس بتاع الفوتو. السورس بتاع هايل جدا. هل الايمج احنا بنكتبها كده بس ولا الليست اللي انت هتخليه يشتكي لي؟ هايل. فاقول له دلوقتي لو سمحت في الت، والالت ده بالنسبه لك ممكن يبقى اي حاجه، مثلا ممكن فور اكزامبل تبقى انيمال ثامب نيل.
هايل جدا. فجيت دلوقتي لو انا جيت بصيت لقيته بيقول لي ان انت ميسنج، ان انت لما بتيجي تعمل الايرور اللي هو المحبب بقى لقلب كمية دي، ان انا لما اجي اعمل لوب على حاجه وانا الحاجه دي عشان ديفرنشيتها فلازم each child on the list should have a unique key. يبقى انا المفروض ايه اللي اضيفه بقى في الايمج هنا لما المفروض اجي لوب ابعت على حاجه؟ ابعت كي ليها بالاي دي. والكي ده لازم يبقى ايه لكل صوره؟ لازم يبقى يونيك. فايه اللي ممكن يبقى يونيك هنا بالنسبه لي؟ الفوتو اللي هو اليو ار ال، لان اليو ار ال بالنسبه لي مختلف. حلو كده. فلو جيت عملت ريفرش دلوقتي لقيت ان هو في حاجه كارسل كده جميل وبسمسم ابتدى يعرضه لي. طبعا لما باجي ادوس كليك دلوقتي مفيش اي حاجه بالنسبه لي بتظهر. جميل كده، جميل قوي. طيب السؤال هنا ازاي اخلي الكارسل ده يشتغل؟ ازاي اخلي، انا بتكلم بقى دلوقتي جافا سكريبت، ازاي اخلي ميرسي ميادة جدا، ازاي اخلي لما اجي ادوس هنا على كل صورة الصورة دي تتغير؟ عايز حد يفكر معايا حتى، مش شرط يقول لي الاجابة يعني. عمرو اضيف له ان كليك. تمام، جميل قوي. الاون كليك ده يبقى فيه ايه بقى؟ هيبقى فيه هحط معاه الجوال، يعني هيبقى الاندكس بتاعي اللي هو الرقم بتاع الاندكس، هيبقى فيه التارجت، قصدي الايفنت اوف تارجت بالتارجت. يعني خلينا اقول له دلوقتي الكونسول دوت لوج مثلا. انت قلت جمله مهمه قوي وحلوه قوي، اللي انت ممكن في الماب انت ممكن يبقى اول ايليمنت اللي هو الايليمنت اللي في الاري وممكن اضيف فيه الاندكس، صح كده؟ يعني لو انا جيت قلت له دلوقتي images of index المفروض ان هو يلوب او يعمل لي كونسول دوت لوج للايمج اللي عليها الدور، صح كده؟ فانا لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان الاي سلنت بتاعي متضايق بيقول لي لا، هو انت عامل اون كليك ايفنت على صوره ودي حاجه مش المفروض تحصل، فاحنا المفروض نضيفها كبوتن وحاجات كده. بس انا فور ناو انا هقول له لو سمحت معلش ديسيبل، وبعد كده ممكن نبقى نفكس الكلام ده. فلما اجي هنا اقول له اون كليك واجي اقول له هنا انسبكت ايلمنت واجي ادوس هنا على الصوره فلقيته وداني عمل لي اون كليك ايفنت جاب لي الاندكس بتاع الصورة، صح كده؟ وانا كان طيب عندي وبعدين قول يا عم. غير دي، يعني دلوقتي انا لما عملت ريندر على الصور دي كلها، هو حطها في اول او قبل الكلام اللي كان اللي انا كنت عارض فيه اصلا صفحة، يعني هي ديتيلز. لو انا عايز اغير المكان ده كنت بعمل ايه؟ يعني الريندر دي مثلا عايزه تبقى بعد النيم. ما هو احنا حطينا الكومبوننت اللي اسمها كرسل قبل النيم، حطها بعد النيم. انا ما اخدت ده فلا اسمه هو بقى. تمام. احنا نعمل اي حاجة عشان حضرتك تبقى مبسوطة لا ساعة. انا ما خدتش بالي من نقطة الكرسر دي اللي حطيناها اصلا في الديف. تمام ولا يهمك. قول لي بقى المفروض اعمل ايه انا دلوقتي لما عملت لود للايمجز دوت اندكس فجاب لي اليو ار ال بتاع الصورة، ان انا مش هستفاد بيه اي حاجة. انا محتاج رقم الصوره، يعني اللي انا محتاجه ان انا محتاج يبقى عندي صوره، الصوره دي ابقى عارف اقدر اديتكت ايه هي الصوره، ولما ديتكت ايه هي الصوره ابتدي اغير الستيت بتاعه الاكتف ايمجز. هعمل سيت بالظبط، من سيت الستيت. حلو قوي. بنعمل بقى ستيت ازاي في الكلاس كومبوننت؟ في طريقتين. كنا الاول بنقول له ناخد هنا كونستراكتور، والكونستراكتور دوت يباصف لي البروبس بتاعتي واقول له سوبر بروبس عشان اللي هي بتنهرت من الديفولت كومبون، واقول له الستيت بتاعتي. طبعا انت هنا بتقول له this دوت ستيت ايكوال، وتقول له اوبجكت الانيشال ستيت بتاعتي فور اكزامبل خليها مثلا اكتف ايكوال زيرو. ده كنا بنعمل كده زمان. حد عارف يعني ايه سوبر؟ المفروض بتاعي خدت اوبجكت اورينتد، اكيد يعني خدت اوبجكت اورينتد. عبد الرحمن رمضان، هو ده يا باشمهندس لما انا بورث الانستراكتور بتاع البيرنت هايل هايل هايل
هايبريد. فكنا بنعمل كده زمان، ومؤخرا ابتدى الكوميونتي يضيف حاجه اسمها الكلاس بيست بروبريتيز، فبقيت ان انا اقدر اكتب الكلام دوت كستيت، اقدر اعرفه كده من غير كونستراكتور، فاقول له لو سمحت انا عايز الستيت بتاعتي اكتف واقدر اعوض عليها عادي. فانا لو انا جيت هنا في الريندر قلت له console.log this.state، فلقيته بالنسبه لي عمل لي كونسول دوت للستيت بتاعتي اللي هي اكتف بزيرو. جميل كده، هايل هايل جدا. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ مبدئيا انا محتاج اقول له لو سمحت طلع لي الاكتف من الاوبجكت اللي اسمه الستيت اللي انا هبتدي استخدمه. انت جيت قمت جاي قايل لي ايه؟ كان مين اللي بيكلمني؟ عمرو باي؟ عمرو صح؟ عمرو قال لي انا محتاج اسيت الستيت. اسيت الستيت بايه بقى؟ بالاكتف هتبقى الايفنت يعني ايفنت تارجت. ما هو الايفنت دوت تارجت دوت، انا عايز برضه اوريك الايفنت دوت تارجت دوت بيعمل ايه عشان تبقى فاهم انت هتسيت الستيت بايه. الايفنت دوت تارجت لما اجي اقول له كليك، هو بيجيب لك الصوره ال HTML تاج، وديت انت مش اللي انت محتاجها، انت محتاج تبقى عارف، عايز تعرف الرقم بتاع الاليمنت دوت في الاري عشان بيزد عليه تبتدي ان انت تشتغل. لو عملت دوت الاندكس يعني ايه دوت الاندكس؟ يعني تارجت دوت الاندكس. تارجت دوت الاندكس يعني ايه؟ تارجت دوت الاندكس في حاجه ناقصه، انا عايز امسك الاندكس اللي هو اللي انا كنت بعته فوق، الاندكس بتاع الصوره نفسها. ما هو الاندكس بتاع الصوره نفسها انت عايز تمسكه. حلو، يبقى انت محتاج تضيف للايمج دي. تفكيرك صح يا عمرو، خلينا اسقف لك يا عمرو عشان انت فكرت التفكير صح. خد يا عمرو، قال لك ايه بقى عمرو؟ قال لك انا عايز امسك الاندكس، هكملها لك وهساعدك. ولقيت ان انت محتاج ان انت ممكن تيجي تضيف لاي HTML اتريبيوت، اي HTML element ممكن تضيف له اتريبيوت من تايب ديتا وتسميه مثلا اندكس، او تسميه ابراهيم، او تسميه اي حاجه، وتقول له هنا بعد اذنك انا عايز اديله الفاليو بتاعه الاندكس. لو جيت ابص دلوقتي على الايفنت دوت تارجت واشوف هو فيه ايه، لقيت ان هو بقى فيه اتريبيوت اسمه ايه؟ داتا دوت اندكس. data dot index. طيب تعالى شيل لي كلمة target دي، أنا عايزك بس توريلي الايفنت عادي جدا اللي هو الأوبجكت. لو جيت أعمل console dot log دلوقتي، لقيت إن أنت هنا synthetic event جواها، جوه انزل كده تحت التارجت، في حاجة هنا object ممكن يبقى familiar قوي بالنسبة لك وتبقى أنت interested فيه اسمه الداتا سيت. الداتا سيت ديت فيه الإيه؟ النيو اتريبيوت اللي انت ضفته اللي هو الداتا اندكس، اللي هي الاي دي بتاعته بكام؟ باتنين. لو انا جيت دلوقتي بقى قلت له طب سهلها عليا شويه، قول له ايفنت دوت تارجت دوت داتا سيت. لو انا جيت دلوقتي بصيت هنا قلت له لو سمحت اعمل لي كده كلير، لقيته قال لك الاندكس باتنين، اندكس بتلاته، اندكس باربعه. الدنيا جميله والله العظيم، ولكنكم تحبون الحاجات الصعبه. فانا لما اجي اقول له داتا سيت دوت اندكس، فلقيته بقى خلاص هو دلوقتي فهم، فابتدى يسلكت لي 1 2 3. انا كده وصلت للاندكس يا عمرو اللي انت كنت عايز توصله. تمام. حد بقى غير عمرو يقول لي النيكست ستيب ايه المفروض اعمله؟ عبد الرحمن رمضان، المفروض بقى عشان تاخد الاندكس دوت واحطه فوق في السطر اللي هو رقم 12 ده بتاع الايمج نفسها. الله يكرمك. طيب ازاي اوصل الاندكس دوت للي فوق؟ ان انا سيت الستيت بتاعت الاكتف صح. طيب اسيت الستيت بتاعت الاكتف ازاي؟ في الكلاس كومبوننت باجي اقول له this dot set state، this dot set state، this dot set state، واقول له لو سمحت انا عايز اغير الاكتف، واقول له خليهولي بالايفنت دوت تارجت كذا. فدلوقتي الاكتف بقت موجوده، وبدل بقى ما هقول له تعرض لي اول اليمنت، لا اعرض لي الاكتف كومبوننت، ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي. فلما اجي هنا ريفرش واقول له لو سمحت اعمل لي سيلكتين دي، لقيت الايه؟ الدنيا بالنسبه لي الكرسر شغال جميل وحلو وبسمسم والدنيا عسل.
ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي، بالنسبه لي تماما. ممكن نضيف حته كده ايه من اللي هي اللي بيقولوا عليها بس الجماليه في الكلاس نيم، ممكن اقول لو سمحت الكلاس نيم لو الاندكس بالنسبه لي يعني الكرنت ايكوال الاكتف، يعني لو الصوره اللي انت بتعرضها ايكوال الصوره اللي معرض لها اكتف ضيف لها كلاس اكتف، غير كده بالنسبه لك ما تعملش اي حاجه. فانت لو جيت بصيت لقيت، عشان تبقى فاهم، لقيت ان الصوره اللي اوريدي موجوده متضاف لها زي اوباسيتي كده للايمج، للايمج اللي اوريدي موجود. جميل. طيب السؤال بقى هنا، السؤال اللي ممكن يتسال هنا هو الزيس دوت سيت ستيت دي، احنا كده فهمنا ازاي يعني ايه بروبس، فهمنا ازاي نرندر، فهمنا يعني ايه سيت ستيت فيل بتاعه، والفانكشنال كومبوننت بتاعها اشتغل عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. بس لو انت جيت بصيت هتلاقي ان انا لما باجي اعمل هنا لكليك كده الاوباسيتي ما بتتغيرش، اللي هي الاكتف ما بتتغيرش ليه؟ لو انت جيت رحت هنا للكومبوننت وجيت بصيت على الكارسل وجيت بصيت على اللي هي الكارسل كومبوننت، لقيت ان هي البروبس بتاعتها ايمج، ولقيت ان الاكتف بتاعتها بقت سترينج، لكن الاكتف بتاعتها بقت سترينج، مع ان وانت بتلوب على الاري الاندكس هنا ما بقاش سترينج، الاندكس هنا بيبقى ايه؟ بيبقى نمبر. ذاتس واي ان انا لما عملت ريفرش اشتغلت اول مره، لان ساعتها الاكتف كانت بزيرو، بس مجرد ما الاكتف بالنسبه لي بتبقى سترينج هي ما بتشتغلش. يبقى انا محتاج اسيف الستيت ما احذفهاش از سترينج، اسيفها از نمبر. ازاي احول السترينج لنمبر في جافا سكريبت؟ هشام في فانكشن اسمها بورس انت، وفي فانكشن اسمها نمبر، وفي تريك لذيذه قوي ان انت ممكن تيجي هنا لو انت عندك سترنجايه مثلا واحد تضيف قبلها بلس، فهي على طول تبقى ايه؟ تبقى نمبر. لو انا جيت قلت له هنا كده النمبر دوت، المهم بس تبقى بالنسبه لك نمبر عشان ما يطلعلكش از نوت نمبر، بس مجرد ان هي تبقى نمبر على طول السترنج دي هحولها لك لنمبر. فبكل بساطه كل اللي انا محتاج اعمله ممكن اضيف بلس بس. فبلس هنا بالنسبه لي لما اجي بقى سلكت دلوقتي لقيت ان الدنيا اشتغلت حلاوه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الدنيا جميله والله مع الدنيا جميله. فدلوقتي انت عملت كارسل وعملت الحاجه بالنسبه لك شغاله ما فيهاش اي مشكله. هاي هايل جدا. عرفنا ازاي بنسيت الستيت، عرفنا ازاي بنبتدي نغير الستيت، كل الكلام دوت شغال بالنسبه لنا عادي جدا. تعالى بقى نكريت انذر كومبوننت، والانذر كومبوننت دوت نسميه كاونتر، نسميه كاونتر. وتعالى لي هنا قول له لو سمحت هات لي دوت كده بدل كارثه خليها كاونتر، ويشيل لي العبس دوت وشيل لي الستيت وخليه هنا يرندر. طب جميل، حتى حتى الكلاس دي انا مش عايزه. وتعالى لي هنا في الديتيلز قول له بس مثلا، يعني طبعا ما تعملوش ورايا الكلام ده غلط، الناس اللي بتشتغل ورايا ده، انا بس عايز اوريكم شويه حاجات كده في الكلاس كومبوننت، يعني عشان برضو تبقى انتوا فاهمين. امبورت كاونت فروم كومبوننتس كاونت. فلما اجي ابص دلوقتي لقيت ان انا عارض الكاونتر بالنسبه لي اهو موجود اهو، حلو وجميل وبسمسم. تعالى هنا خليها اتش 1 عشان تبقوا شايفين اهو كاونتر. هي دلوقتي الكاونتر ده انا مش عارف ليه هنا انت بتبريزرف. اوكي دلوقتي الكاونتر ده انا عايز اعمل كاونتر، يخرج بقى نطاق الابلكيشن شويه. انا عايز اعمل كاونتر، الكاونتر دوت انا بعرضه وبدوس مثلا في عندي ثلاث زراير، الزراير ديت بتعمل لي اون كليك ايفنت، الاون كليك ايفنت دوت بالنسبه لي بيبقى يا اما بيزود يا بنقص يا اما بيرسل. خلينا كريت لي كل الاتش تي ام ال بتاعي. فانا جيت هنا قلت له لو سمحت انا عندي الديف اللي هو فيه الكومبوننت، خلي بالك ان انت ما ينفعش في الكومبوننت تريتيرن غير وان روت. فجيت قلت له لو سمحت انا عندي باراجراف، الباراجراف دوت عايز اعرض فيه كاونتر، وجيت قمت جاي قايل له بعد اذنك انا عايز اعمل انذر ديف ثانيه، الديف الثانيه ديت هيبقى فيها بوتن،
البوتن دوت هيبقى اول بوتن بيعمل لي انكريمنت، او بلاش نصعبها انكريمنت، خليها بلس وماينس وخليها هنا ريسيت. جامد كده. انا لو انا جيت بصيت لقيت ان انا عندي ثلاث زراير، الثلاث زراير دول هو بالنسبه لي كل اللي هو بيعمله ان هو بلس وماينس وريسيت. جميل. في هنا طريقه ممكن نيجي هنا الديف رول ديسبلاي فليكس، خليني هنا نضيف ستايل مثلا ديسبلاي. جميل. فلما اجي ابص هنا انا عندي كاونتر، الكاونتر دوت عايز ادوس، لما ادوس بلس يبتدي يزود الكلام ده، ماينس ريسيت يبتدي يعمل الكلام ده، بس مش عايز اعمل حاجه اكتر من كده. مين بقى يقول لي ازاي اعمل دوت بالستيت اللي احنا كنا اتكلمنا فيها من شويه، او بالجافا سكريبت نولج اوريدي مارفين؟ ميات هعمل ستيت زي الاكتف كده واخليه كاونتر، بدل الاكتف اخليها كاونتر بزيرو. هايل كده. يعني انا ممكن اخليها هنا كونستراكتيف وبروبس، واقول له بعد اذنك سوبر بروبس، او ان انا اكتبها كلاس بيز اتريبيوت واقول له هنا this dot state equal بالكاونت بالنسبه لي بزيرو. وقلت لي تيجي هنا بدل ما انت بتعرض كاونتر كده، لا اخليها اللي هي بتعرض الكاونت الكاونت. وطبعا عشان انت بتستخدمه من الستيت فانت ممكن تقول له لو سمحت الاستراكشرنج من الزيس دوت ستيت. هايل هايل جدا. فلما اجي ابص دلوقتي لقيته زيرو، لما اجي ابص دلوقتي لقيته بالنسبه لي زيرو، ما فيهاش اي مشكله. طيب خلينا بس نضيف هنا كده، نضيف له هنا ستايل كده برضو تكست الاين بسنتر. حلو قوي. طيب دلوقتي انا عايز بالنسبه لي ان انا اقول البوتن والبوتن والبوتن، اعمل لهم كفانكشن، اعملها ازاي؟ هو انا هعمل اون كليك لما يدوس على، حلو قوي، اون كليك على الزياده مثلا، او يعمل بقى ان هو يزود الكاونتر مثلا. يزود ازاي بقى؟ خليني مثلا، خلينا نكرييت 3 فانكشن. اقول له هنا بالنسبه لك انا عايز اكرييت فانكشن اسمها انكريمنت، والفانكشن دي، الفانكشن دي هي كل اللي هي بتعمله بكل بساطه ان انا بقول له لو سمحت this dot set state. ميرسي جدا يا مياده. زيز دوت سيت ستيت زي ما اتعلمنا من شويه ان الكاونت ايكوال الكرنت كاونت اللي هو زيز دوت ستيت دوت كاونت بلس 1. جميل. زيز دوت سيت ستيت بلس 1. نفس الكلام، نفس الكلام هعمل بدل الانكريمنت ديت هخليها ديكريمنت واخليها ماينس 1. نفس الكلام هعمل الريسيت، بس بدل ما اقول له زيز دوت ستيت ناقص 1 او ماينس 1 هرجعه تاني بالزيرو. جميل كده. فالمفروض دلوقتي هاجي في الاون كليك هنا ده اعمل ايه بقى؟ يعني المفروض الاون كليك ايفنت دوت لما اجي اضيفه كده المفروض اعمل ايه؟ عمرو، هي كل الفانكشن اللي انا عايزها، بس يعني في البلس هي كل الانكريمنت. هايل جدا. اقول له بقى this dot increment صح كده، والماينس هقول له this on click، واقول له لو سمحت this dot decrement، وفي نفس التالتة هقول له لو سمحت ال on click هنا، واجي اقول له this dot percent صح كده يا عمرو؟ اه تمام. هايل هايل جدا. طيب حد عنده شك في الكود اللي احنا كتبناه؟ حد شايف ان هو في مشكلة؟ انا عرفت state وعرفت شويه فانكشن، الفانكشن ديت المفروض بتعرض لي الكاونت، ولما يجي الابلكيشن بتاعي لما اجي ادوس على حاجه المفروض ان هو يشتغل، فالدنيا بالنسبه لي تشتغل. ابراهيم عادي، هو يسين كده ان نزلت الكاونت دي اللي هياخدها ياخدها من الزيرو اللي فوق، فما يجي يعمل انكريس من ديكريس على طول تبقى النتيجه سالب واحد، يبدا من سالب واحد وبعد كده معرفش، بس هو اكيد هيعمل نزلت الكاونت اللي فوق. It's okay، انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، ولكن ميرسي يا ابراهيم،
ولكن انا لو جيت ابص على الابلكيشن دلوقتي واعمل هنا ريفريش ما لقيتش اي مشكله بالنسبه لي. اول لما اجي ادوس كاونتر او ماينس او ريسيت لقيته ضرب ايرور. قال لك يا باشا كانت ريد بروبرتيز اوف انديفايند سيت ستيت. هو انا مش شايف اصلا السيت ستيت، مش شايف. طبعا انا عارف انتوا ابتديتوا بالحاجات السهله، يا عم انت اعمل لي يا عم يوز ستيت وريح لي نفسك. احنا كنا بنعمل يوز ستيت ورجعه وانيشال داتا والدنيا جميله، انت اللي دخلنا في الكلاس كومبوننت والعبث ده. فقال لك لا يا باشا، قال لك ان انا مش شايف اصلا السيت ستيت. حد عارف ايه السبب؟ عمرو تقريبا عشان ما عملناش امبورت ليها فوق. انا هعمل امبورت للسيت ستيت ايه؟ ما هي السيت ستيت ديت انت هي فانكشن بروفايدد من الكلاس كومبوننت عشان خاطر تابديت الستيت. ما احنا استخدمناها هنا في الكورسول من غير ما اعمل لها امبورت واشتغلت زي الفل تمام. ولكن انا لو جيت هنا في الانكريمنت مثلا قلت له كونسول دوت لوج بزس، وجيت هنا عملت ريفرش وجيت قلت له بعد اذنك دوست لي بلس، قال لك لا يا باشا ده انت زس هنا مقريه بان ديفايند، انا ما اعرفكش انت مين. وده لان في البلس كومبوننت لما بتعرف ميثود معين انت محتاج ان انت تعمل لها بايندينج، محتاج تعمل للكلام ده بايندينج في الزس، لانها من الحاجات اللي هي المهمه جدا واللي اوريدي ممكن تبقى بالنسبه لك انت مش حاجه كده هتعدي مرور الكرام يعني. طبعا لو انت اوريدي مش فاهم يعني ايه زس او كده، خلينا ابعت لك لينك في الديسكريبشن لفيديو ليا على اليوتيوب اوريدي بيشرح الحته دي. طيب اعمل بايندينج ازاي؟ عندي ثلاث طرق، لا ثلاثه، عندي اربع طرق. اول طريقه بالنسبه لي ان انا ممكن اجي اقول له هنا في الكونستراكتور this dot مثلا increment equal this dot اسم الفانكشن اللي هي increment dot bind، واقول له اعمل لي bind لي السكوب بتاع الكلاس كومبوننت اللي هي الكاونتر. فلما اجي هنا اعمل console dot log للزيس تاني واجي اقول له هنا ريفرش واجي اقول له هنا بعد اذنك بص لي على البلس، فقال لك اه ده انت الزيس دلوقتي القيمه بتاعتها هي الكاونتر كومبوننت والستيت بتاعتها بواحد. فلما اجي اقول له لو سمحت ضيف لي كده، فالدنيا بالنسبه لي بقت لذيذه ما فيهاش اي مشكله كده. فدي اول طريقه. بس ونفس الواي لو جيت عملت هنا في الانكريمنت لقيته ضرب لي ايرور، لان انت دلوقتي فهمت بقى دلوقتي ان انا مش عامل بايندنج للديكريمنت، فبالتالي انا عندي مشكله ان انا الزيست مقريه بانديفايند. فاحنا خدنا واي احنا ممكن نبايند بيها اللي هي اول واي ان انا ممكن ابايند ان كونستراكتور، ممكن ابايند ان كونستراكتور جميل. وديت موجوده في ايكما سكريبت 2015 جميل كده. في طريقه ثانيه في البايندنج، في طريقة تانية في البايندنج وهي ممكن تبقى سهلة جدا ان احنا نستخدمها، ان انت ممكن مش تكريت فانكشن بالطريقة ديت وممكن تكريت فانكشن يوزنج الارو فانكشن. ولو جيت دلوقتي بصيت عشان تفاليديت الكلام اللي انا بقوله هو صح ولا غلط، لو جيت هنقص لقيت ان الديكريمنت اشتغلت ما فيهاش اي مشكلة تمام. طب الطريقة التانية في البايندنج ديت اسمها ايه؟ اسمها كلاس بروبيرتيز، وديت موجوده في الستيج 3 بروبوزل، هي لسه في البروبوزل فيس جميل كده. دي تاني طريقه عشان اخلي ان الديكريمنت يبقى، لان الارو فانكشن هي ملهاش كونتكست في الزس، فبالتالي انت بتحافظ على الموضوع دوت بالطريقه دي. تالت طريقه في الريست، خلي بالك ارجع لك تاني، انا لو جيت هنا دوست على ريست لقيته برضه ضرب لي ايرور لان هي مش معمول لها بايندنج في الكونستراكتور ولا مستخدمه كلاس بروبرتيز. طيب تالت طريقه بقى هي ايه؟ ان انا اجي وانا بقول الفانكشن اقول له لو سمحت دوت بايند بزس، فلما اجي ريست دلوقتي يعني خلينا ازود واجي ريست لقيته رجعت لي زيرو ما فيهاش اي مشكله تماما، وديت ان انا بابايند في الريندر
انا هنا موبايل في الريل. جميل. طيب رابع طريقه ان انت ممكن تقول نفس الفانكشن اللي اسمها ريسيت او ديكريمنت بس يوزنج الارو فانكشن وانت بتعملها كود، فهي هتبايند الزس باي ديفولت. فدول الاربع طرق اللي انت ممكن تستخدمهم عشان تقول مثلا حاجه زي كلاس بروبرتيز اللي هي موجوده بالنسبه لك. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك ان الموضوع ليس كما يبدو يا عزيزي في كلاس كومبوننت، محتاج تبقى فاهم كونسبتس كتير. ولو جيت لي ان شاء الله في انترفيو هقوم جاي سالك ايه الفرق ما بين بايند وكول وابلاي، بس انت دلوقتي انت فهمت ليه انا بسالك السؤال ده. لما جيت اقول له كاونتر اضيف لي كده ال 15، الكاونتر شغال زي الفل تمام هايل جدا، كل حاجه بتشتغل، الدنيا سعيده، الدنيا جميله، ما فيهاش مشكله. ولكن خليني اقول لك جيت في الانكريمنت وقمت جاي عامل كده مكرر دول كده 4 مرات 5 مرات، الطبيعي ايه اللي يحصل هنا؟ يعني الطبيعي ايه اللي المفروض يحصل من اللي انت شايفه؟ اللي انت الاكسبكتد ان انت في السيت ستيت هنا ان انا اكاونتر بالاربعه، لان انا عايزهم يمشوا ان اسينكرونس واي. فالطبيعي لقيت ان الكاونتر لسه شغال بواحد. ايه يا جدع انت مجنون ولا ايه؟ بقى المفروض انا بكاونتر بالاربعه. لا، قال لك ان الرياكت من جوه هي بتكيو اب الستيت بتاعت التشينجز، فبالتالي بتروح للرياكت، يعني بتبقى حاجه شبه الاوبجكت دوت اساين، الاوبجكت دوت اساين مثلا وبصيلها اوبجكت فاضي واقول لك مثلا يور فيرست مثلا كول تو ستيت، يور سكند كول تو ستيت، يعني مثلا فيرست كذا واقول لك هنا يور سكند كول تو ستيت، وفي الاخر خالص تعمل لهم باتش مع بعض كانها واحده. فالرياكت مش شغاله بالواي دي. طيب ازاي؟ فبالتالي لما بيعمل لهم باتش هي لاست 1 هي اللي بتفوز. يعني لو انا جيت قلت له لاست 1 هنا بخمسه مثلا، ضيف لي خمسه كاونتر بلس خمسه، وجيت قلت له هنا لقيته بيكاونتر بخمسه، لان الباتشنج اخر واحده لما بيعمل ابديت لنفس البروبريتيز فبالتالي هي اللي بتشتغل. طب ازاي اخليها ان انا ابي اتنشن ليها؟ قال لك ان انت ممكن تسيت الستيت مش بالطريقه بالدايركت اوبجكت زي ما انت بتعمل كده عشان ما يحصلهمش باتشنج. انت ممكن تقول له لو سمحت ممكن سيت ستيت تاخد بارامتر او كول باك البريفيوس ستيت، وممكن اجي اقول له بعد اذنك انا محتاجه ريتير اوبجكت، الاوبجكت دوت يبقى فيه الكاونتر، والكاونتر دوت يبقى بياخد من مش ذيس دوت ستيت دوت كاونت بقى، لا بياخد من البريفيوس ستيت اللي هي اوريدي جايه لي بتبقى بالمنظر ده. فلما اجي هنا اقرر ديت هنا 3 4 مرات كده بالمنظر الجميل دوت، واجي اقول له لو سمحت كاونتر، لقيت ان هو شغلهم الاربعه والكاونتر اشتغل باربعه، لان في الحاله ديت الفانكشن ما ينفع مش هيعرف يعمل فيها زي الاوبجكت ويبتدي الباتش، واللاست 1 هو اللي وين. ودي هتبقى مهمه جدا وحاجه كويسه جدا ان انا باصي كول باك للسيت ستيت، لان هي في الاخر ممكن اعمل فيها كونديشن او اعمل فيها ايا كان الجزئيه دي. انا اشعر ان انا تجليت شويه في الحته بتاعت السيت ستيت ديت، ولكن يعني اللي ما قطعش عليها في الحته فكك مني، مجنون مجنون. جميل. طيب لو انا عايز اجي اعمل كول لاي بي اي، اجي اعمل كول لاي بي اي جوه الكلاس كومبوننت، احنا كنا بنعملها في اليوز افكت وبقينا مؤخرا بنعملها في الرياكت كويري. قال لك ان كل كومبوننت في الكلاس كومبوننت هي ليها حاجه اسمها لايف سايكل ميثود. لايف سايكل ميثود لو انا جيت دخلت، انا فاكر ان كنت ضايفها على يونيسيفاي، لو جيت بصيت هنا في الرياكت هلاقي ان في حاجه اسمها كومبوننت لايف سايكل ميثود زي ما الرياكت بتقول. الكومبوننت لايف سايكل ميثود قال لك من اول لما الكومبوننت بيحصل لها بتمر ب3 مراحل، بتمر بحاجه اسمها الماونت، بتمر بالابديت، بتمر بالان ماونت. نقدر تشبه المراحل اللي هي بتمر بيها الكومبوننت كانها قصه حياه البني ادم، ان هو بيتولد وان هو بيكبر بيحصل له ابديتنج، وان هو ان ماونتنج ان هو ربنا بيرحمه وبيروح عند اللي خلقه. فالثلاثه فيز للكومبوننت نفس الكلام، عندي ماونتنج، عندي ابديتنج، وعندي ان ماونتنج. الماونتنج هي اللي بيحصل فيها الكونستراكتور وبيحصل فيها الريندر. فلو انا عايز اعمل اي سايد افكتس اللي انا كنت بعملها في كيز افكت بعملها في حاجه اسمها كومبوننت ديد ماونت. طيب لما يجي يحصل اي تشينج في البروبس بيحصل كل كومبوننت ديد ابديت.
طب الكومبوننت بتاعتي بتتشال بالدوم، بيحصل كل كومبوننت المالت. فانا لو انا عندي اي بي اي مش عايزها تافكت الريندر، ممكن اكلها في اللايف سايكل هوك اللي هي كومبوننت ديت ماونت. خليني اقول له لو سمحت كونسول دوت لوج، واقول له اسمها كومبوننت دوت ماونت. نفس الكلام، اول حاجه بيحصل لها ريندر بالنسبه لي هي الكونستراكتور، وبعد الكونستراكتور بيحصل كول للريندر. لحد دلوقتي انت عملت ريندر للحاجه بتاعتك، عايز تقول اي بي اي مثلا او حاجه، ممكن انت تعمل لها كول هنا في الكومبوننت دوت اماونت اي بي اي. طيب لو انت مثلا حصل تشينج عندك في الـ، يعني مثلا زي ما احنا كنا عاملين هنا في الـ في الـ في الـ في السيرش برامس، لو اتغيرت الانيمال اعمل لي سيرز بليز. من هنا ظهرت كومبوننت لايف سايكل مهم جدا تاني اسمها كومبوننت دوت ابديت. كومبوننت دوت ابديت ديت لو انا بتحصل لها تغيير لما بيحصل اي تشينج في الستيت بتاعها. طب لما الكومبوننت بتاعتي تتشال من الدوم كومبوننت والانماونت اوريدي ما بقتش موجوده خلاص في الفيو بتاعي، فبعمل كول للكومبوننت والانماونت، وديت فانكشن دي اصلحه جدا لو انا بستخدم ايفنت ليسنر او انا بستخدم اي حاجه زي ما كنا بنعمل في الـ في الـ في الـ في اليوز افكت ريتيرن فانكشن. انت بالنسبه لك هنا ممكن تعمل كومبوننت للانماونت. فلو جيت بصيت هنا في الكومبوننت بتاعتي عملت ريفرش، فلقيت اول حاجه هيحصل لها ريندر الكونستراكتور، بعد كده الريندر فانكشن، بعد كده الابديت. لو جينا اغير في الستيت بتاعتي فاتعمل لها كل ايه الفانكشن اللي اسمها ريندر والكومبوننت ديت ابديت. طب جيت اقول له لا ده انا خلاص زهقت انا مش عايز الكومبوننت دي تاني، فسيبت الفيو فالكومبوننت اتشالت في الفيو، فاتعمل لها كل الكومبوننت والامبر. ده الكلاس كومبوننت ان ذا نوتشيل. سامحوني لو انا كنت تجليت شويه في الحته بتاعه السيت ستيت والاوبجكت دوت اساين، بس بحب بعرف الحاجه من جوه بتشتغل ازاي وكده. جميل، لحد دلوقتي سو فار يعني اللي فهم كده الكلاس كومبوننت يرفع ايده. في 10 بس فهموا، الباقي من 25 مش فاهمين. اوكي الناس لسه بترفع ايديها. طيب هي جدا، خلينا نمسح الكاونتر خلاص بقى احنا ما بقيناش محتاجين، وتعالى لي هنا في الديتيلز وقول له لو سمحت شيل الكاونتر انا ما بقتش محتاجه. جميل قوي، لحد دلوقتي سو فار الدنيا تمام، الدنيا شغاله. عملنا كونكت مع الرياكت كويري، عملنا كونكت مع عملنا كورسول، والكورسول بقى بالنسبه لنا لذيذ. لو انا جيت دلوقتي دخلت على اي بت هلاقي ان بالنسبه له في كورسول، الدنيا حلوه خالص. ولكن انا لو جيت دخلت على بت، البت دوت ما عندوش حيوانات معينه، ما عندوش اوريدي صور لي يعني ما فيهوش صور، فانا محتاج اضيف سام هاو ديفولت بروبريتيز. الديفولت بروبس دي اللي هي بيبقى فيها الايمجز او بيبقى فيها ايا كان ان هي تبتدي تضاف، ديت حاجه بضيفها في ستاتيك. واقول لو سمحت انا عايز اضيف ديفولت بروبس ستاتيك، ديت ان انا اقدر انقيها من الكلاس نفسه. يعني اقدر اقول له كارسل دوت ديفولت بروبس، واقول لو سمحت الايمجز ممكن تبقى عباره عن اري الصوره اللي احنا كنا استخدمناها قبل كده في البيت اللي هي النن بالنسبه لي. فلو انت بتبعت بروبس والبروبس ديت ما فيهاش اري يعني ما فيهاش مثلا صور، فبالتالي ممكن يعرض له النن بالنسبه لي وكده، الاقي ان الدنيا بالنسبه لي اشتغلت ما فيهاش اي مشكله. تمام لحد دلوقتي سو فار الدنيا الحمد لله جميله، الدنيا ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي خالص. تعالى ناخد اسئله، تعالى ناخد اسئله. ابراهيم عادل، في سؤال اسال ولا حاجه مش مسمعها ناسي زي ما فوق. هايل. طيب خلينا نخش في الحته اللي بعديها. دلوقتي انا جيت هنا في الكومبوننت بتاعتي في الابلكيشن بتاعي، جيت هنا في اي بيج، جيت في السيرش بارامترز بس، وقمت جاي قايل له هنا بدون اي مقدمات، قلت له لو سمحت ثرو نيو ايرور ايرور. وقمت جاي عامل له
ايموجي كده حلو وجميل حلو كده من غير اي مقدمات. حصل عندي ايرور في الابلكيشن من غير ادنى من غير اي حاجه. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا بقى عندي ايرور. الايرور دوت هو وحاصل بالنسبه لي في السيرش بارامترز كومبوننتس. واللي حصل اكتر ان انا لو انا جيت هنا مثلا بعيدا عن ان انا اعمل ايرور بقى بايدي، بعيدا عن ان انا اعمل ايرور بايدي، لو جيت مثلا حطيت البيتس ديت بدل ما هي باري قلت له لا لو سمحت تخليها سترينج زي مثلا، وجيت اعمل ريفرش كده لقيت برضو قال لك لا يا باشا هو ايه العبث اللي انت بتعمله ده، في عندك مشكله في المابس. ابتدت تحصل ايرور معين، ابتدت تحصل ايرور معين. فازاي اهندل الايرورز في الابلكيشن بتاعي؟ ازاي اهندل الايرورز في الابلكيشن؟ وديت من الحاجات اللي ممكن تكون او نقدر نقول هي من الحاجات المهمه جدا. هل ان انت محتاج ان انت تيجي في كل ابلكيشن زي مثلا لو حصل مشكله في الريزلت مثلا، لو حصل مشكله في الريزلت هل من الطبيعي ان انت تيجي في كل ابلكيشن وتقوم جاي قايل له انا عايز اهندل؟ هي مش تراي اند كاتش، هي حاجه شبه تراي اند كاتش ولكن للكومبوننت بتاعتي. ازاي اعملها؟ ازاي هندلها؟ هل مثلا اجي في الكومبوننت بتاعتي قبل ما احطها كده اقول له لو سمحت تراي اند كاتش الكومبوننت؟ لا مش طبيعي. فجت رياكت طبعا عشان هم ناس محترمين وديفلوبرز كويسين، فجم قالوا لك ايه، احنا بنوفر حاجه اسمها ايرور باوندرز. الله اكبر والله العظيم. ايرور باوندرز، الايرور باوندرز ديت يؤسفني ان اقول لك هي 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 كل اللي هي بتعمله في الحياه هي كلاس كومبوننت. ذات سواي ان انا شرحت على فكره كلاس كومبوننت، يعني لولا الحته بتاعت الايرور باوندرز ديت انا كنتش هشرح كلاس كومبوننت. وان ممكن انت تروح شركه يبقى فيها ليجاسي بروجكت بيستخدموا فيها كلاس كومبوننت، فانت محتاج تبقى فاهم بس كلاس كومبوننت. انما يعني دونت ايفر يوز كلاس كومبوننت، خلاص انت فانكشن كومبوننت بتقدر تعمل كل حاجه ما عدا الحته بتاعت الايرور باوندرز. الايرور باوندرز ديت بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان لما بيحصل جافا سكريبت ايرور في اليو اي هو ممكن يبريك كل الابلكيشن بتاعك. عشان تسولف البروبلم بتاعت ان لو حصل ايرور تظهر لليوزر حاجه محترمه يبقى فيها المشكله، فانت جيت قمت انت جاي قايل لك ايه، الرياكت 16 عملت لك انتروديوس لي كونسبت مهم جدا اسمه الايرور باوندري. كل باوندري في الرياكت كومبوننت بتسمح لك ان انت تكاتش جافا سكريبت ايرور اني وير ان زير تشايلد كومبوننت تري، وممكن تلوج ذوز ايرورز وتسبلاي الفول باك بتاعتها. الايرور باوندريز انفورشنتلي هي مش معموله عشان خاطر تلوج تشو ايرور في الاب بتاعك، هي معموله عشان تشو ايرور لو حصل ايرور في الكومبوننت بتاعتك، لو حصل ايرور في الكومبوننت بتاعتك. ودي من الحاجات المهمه جدا. يعني لو انا جيت هنا في الريزلت مثلا في الريزلت كومبوننت قلت له بعد اذنك انا عايز اثرو نيو ايرور او ثرو ايرور معايا نيو ايرور، وقلت له مثلا ان اي حاجه اي كراشت، يعني unfortunately انا حصل لي كراش. لو انا جيت اشوف كده في الابلكيشن بتاعي واعمل ريفرش فلقيت ان هو كل اللي هو عمله في الحياه ان هو ظهر لك الايرور اي كراش، وانت هاف نو ايديا تماما انا كراش ليه، هو انا كراش وخلاص. جميل، وما ظهرتش حتى حاجه لليوزر فلوت، مش ده الطبيعي ان هو يحصل، مش ده اللي اوريدي نورمال اللي هو يحصل. فاحنا بكل بساطه ممكن نيجي هنا في عمرو عندك سؤال اتفضل. هو سؤال عبيط شويه بس وزاره في الكود ده ديت حاجه في هي مش في الكود، هي حاجه في انا ضايفها اكستنشن في الماك ان انا اقدر اجي في اي حته واقول له لو سمحت انا عايز اضيف انا عايز اضيف مثلا زي بالظبط. هي مش حاجه لها علاقه في اي تكست بوكس اجي اضيف، انا بحب الايموجيز عشان كده برضه. تمام، شكرا. يعني انا مش عارف في زيها في الويندوز ولا ايه صراحه. انت ويندوز صح؟ ويندوز ايموجي مثلا، يعني 100% هتلاقي فيها حاجه لها علاقه ويندوز كيبورد ايموجي، يعني 100% هتلاقي حاجه
في يعني في حاجة ايه في الويندوز ديت موجودة ان انت بتدوس وين وبيريود وما اعرفش ايه. تمام مش هسيبش عليها. سيرش عليها يعني تبقى لذيذة كده ودمها خفيف يعني. فانا اجي هنا اقول له كومبوننت اقول له لو سمحت انا عايز اكريت كومبوننت اسمه ايرور باوندرز دوت جي اس اكس عادي جدا. ممكن اجي بكل بساطه اخد اليو ار ال اللي هنا ده اللي هو بتاع الدوكيومنتيشن واقول له بعد اذنك معلش هات لي كل الكلاس كومبوننت واقول له لو سمحت اكسبورت ديفولت ايرور باوندرز بس كده انا خلصت ما عنديش اي مشكله تاني. ممكن تعمل ده ولكن انا حابب ان احنا نكتبها مع بعض عشان تبقى فاهم هو ايه اصلا اللي بيبقى موجود فيه. خليني هنا اقول لو سمحت اقفل الكلام ده وخليني اجيب ديت كده لو سمحت واقول له هنا بعد اذنك شيل لي كل العبث ده وتعالى لي هنا نبتدي نفكر مع بعض ازاي نكتب. اول حاجه انت محتاج تيمبورت الكومبوننت من الرياكت يعني محتاج اجي هنا اقول له لو سمحت امبورت كومبون from React. انت عايز تعمل ايه هنا بقى في الريندر؟ اول حاجه انت عايز تعملها هنا ان انت محتاج ترندر لو مفيش ايرور فانت محتاج ترندر نورمال ريندر جاست ريندر. يعني لو انا دلوقتي ما هو الايرور باوندريز ديت انا هستخدمها ازاي؟ انا هاجي اقول له مثلا بعد اذنك انا عايز الكومبوننت اللي اسمها ريزلت اللي موجوده هنا في السيرش برامس اعمل لي مثلا رابنج حوالين الريزلت ديت لو هي فيها مشكله اظهر لي المشكله لو هي مش فيها مشكله فابتدي قول. خليني اقول لك ازاي يعني انا عشان ارندر اللي جاي لي في حاجه بتضاف باي ديفولت للبروكس اسمها تشيلدرن. تشيلدرن ديت معناها بكل بساطه ان انا باجي اقول له لو سمحت بعد اذنك انا عايزك هنا طبعا تريتيرن ريزيستد بروكس تشيلدرن فمعناها ان ايا كان اللي انا ببصيه لك اوريدي عرضه. فانا لو انا جيت عشان استخدم الايرور باوندرز حوالين كومبوننت معينه طبعا انا عايز استخدمها حوالين الاب فانا هعمل لها راب حوالين الاب ولكن انا عايزها دلوقتي حوالين الريزلت فهقول له هنا بعد اذنك اعمل لي امبورت للكومبوننت دي فهقول له امبورت للايرور باوندرز فروم كومبوننت ايرور باوندرز. فلما اجي ابص دلوقتي هنا دلوقتي الايرور باوندريز بالنسبه لي هي اوريدي حوالين الريزلت فالايرور باوندري هتشتغل لو حصل اي مشكله في الريزلت. فلو جيت قلت له دلوقتي اعمل لي رن للابلكيشن عادي فمفيش اي مشكله بالنسبه لي مفيش اي مشكله الريزلت تشتغل طالما فيها مشكله طالما هي ما فيهاش ايرور. بس مجرد ما يبقى فيه ايرور بالنسبه لي خلاص انت كده الدنيا بقى ابتدت تضلم انا كده بقى هعرض لك هبتدي استخدم المفروض بقى ابتدي اعرض الايه الايرور باوندرز بتاعتي. طيب خليني اقول ان في ايرور ما فانا عايز اعمل ايه دلوقتي. ممكن ابقى عايز اعمل حاجات كتير. اول حاجه انا عايز اعملها ان انا عايز اشو لليوزر ان في ايرور حصل فالايرور دوت ممكن ابصيه ليه سيرفيس مثلا معينه. يعني احنا مثلا عندنا فودافون مش فاكر احنا كنا بنستخدم سنتري ولا تراك جي اس في حاجه اسمها سيرفيس ما سيرفيس زي تراك جي اس مثلا. تراك جي اس ديت ان هي بتاخد سكرين شوت من الاوريدي الايرور اللي حاصل وتبتدي ان هي تبصيه لو نتورك ايرور او جافا سكريبت ايرور او كونسول ايرور وتبصيه بالنسبه لك للسيرفيس ديت. فانت بتقدر تتراك انهي سيرفيس حصل فيها ايرور وتقدر تدي لك شويه انسايتس بالنسبه لك ايه اللي حصل وايه الاماكن اللي حصل فيها ايرور وانهي الايرور دوت كان بيرجع لك ايه حاجه في منتهى العظمه يعني. فهو ده اللي انا محتاج اعمله في الايرور باوندز. فعشان اكاتش الايرور اول حاجه خليني انا محتاج يبقى اعرف ستيت عندي ستيت. الستيت ديت يبقى فيها مثلا اديتكت يبقى فيها فلاج لو فيها هو از ايرور بفولس وعايز اشوف ايه هو الايرور نفسه اللي هو في الداتا كومبوننت نال ولو في ايرور انفورميشن موجوده تبقى بالنسبه لي اعظم. جميل كده حلو. ازاي بقى اكاتش الايرور اكاتش الايرور ديت معناها انا عايز لما يحصل الايرور دوت يجي لي في يخش في الايرور باوندرز
ديت اول حاجه. تاني حاجه انا محتاج اقول للرياكت ان انت لما يحصل ايرور مش تبروك الاب، لا انت محتاج تشو اللي موجود في الايرور باوندرز اللي هي الفول باك يو اي. ديت تتعمل بكل بساطه من خلال لايف سايكل هوكس موجوده، لايف سايكل اسمها جيت درايف ستيت فروم. ديت كل اللي هي بتعمله في الحياه ان انا بقول له بعد اذنك انا عايزك تابديت الستيت، سو ذا نيكست ريندر ويل شو الفول باك ايرور، الفول باك يو اي اللي انا دلوقتي هقول لك اللي هو موجود فينا. وتعالى لي قول لي لو سمحت ريتيل هاز ايرور بالنسبه لي بي ثرو. جميل، تعالى لي بقى هنا باشا. انت دلوقتي عرفت، انت قلت للرياكت اعرضي لي الايرور باوندريز اللي هي اللي انا عاملها. طب هتكاتش الايرور فين؟ في كومبوننت ديد كاتش. كومبوننت ديد كاتش هي لايف سايكل ميثود. اللايف سايكل ميثود ديت بيجي لها بتاخد تو بارامتر اللي هو الايرور والايرور انفو. ممكن بقى في الحته دي، ممكن في الحته دي ان انت تكون سيرفيس معينه اللي هي الريبورتنج سيرفيس اللي انت ممكن تكون محتاجها، سواء مثلا ممكن في عندنا حاجه زي تراك من اشهر حاجه، في حاجات كتير بس يعني اشهرهم مثلا التراك جي اس، وممكن في حاجه تانية اسمها سنتري ممكن برضه تيجي تعمل كل. بس انا كل اللي محتاجه هنا في الابلكيشن محتاج ان انا سيت ستيت بالايرور اللي اوريدي جاي لي وستيت ستيت بالايرور. دلوقتي انا بقى عندي الايرور وعرفت ان انا عندي ايرور، هل هعرض الكومبوننت اللي جايه لي؟ لا، انا مش محتاج اعرض بقى الكومبوننت اللي جايه لي، انا محتاج اعرض ارندر الفول باك يو اي اللي هو اليو اي اللي انا مستخدمه ان كيس اوف اني ايرور. جميل، فانا عايز اقول له ايه الكونديشن دلوقتي. لو انا عندي this dot state dot has error اللي هو الفلاج اللي فيه an error، انا محتاجك في الحاله دي تعمل لي ريتيرن لي، ممكن مثلا اقول له فيها ديف، الديف دي تعمل لي فيها h2، ال h2 دوت مثلا something went wrong. جميل، وممكن كمان تضيف شويه بروبريتيز، ممكن تضيف شويه بروبريتيز هنا ان انت برضو تدي للديفلوبر او الشخص سام انسايت لو في اوريدي ستيت دوت ايرور، يعني انت عندك في عندك ايرور اوريدي حاصل، ممكن تقول له بعد اذنك اعرض لي الزيس دوت ستيت دوت ايرور دوت تو سترينج مثلا عشان تبقى انت شايف برضو الايرور بالنسبه لك. فلو انت جيت دلوقتي عملت هنا الريزلت مفيش اي ايرور، فلقيت ان الدنيا بالنسبه لك عمل لها ريندر تمام مفيش اي مشكله بالنسبه لك. طب لو في ايرور اي كراش مثلا، ظهر ايرور خلاص بقى انا مش هبروك اليو اي، ولقيت ان هو قال لي سامسونج ويند رونج والايرور مسج بتاعتي اي كراش، الدنيا بالنسبه لي اشتغلت ما فيهاش اي مشكله وما قدرتش ان انا من غير ما بريك اليو اي، تقدر تيجي هنا على الدوكيومنتيشن تاخد الكلام ده كوبي وبيست. ولكن انت ممكن بكل بساطه انا كنت حابب بس ان انت تفهم يعني ايه ايرور باوندريز وازاي ان هي بتتعمل وكل حاجه فيها بتعمل ايه. هشام اتفضل. حاضر، هعمل لك كده حالا عشان خاطر اعمل زي او اسيميليت بيهيفير تراك اند كاتش للكومبوننت، يعني لما يجي يحصل للكومبوننت يبقى فيها ايرور. يعني لو انا جيت هنا في الفانكشن اسمها سيرش برامس قلت له ثرو نيو ايرور مثلا ايرور، لو انا جيت بصيت هنا اول لما الابلكيشن بتاعي اتعمل له ريندر لقيت ان الاب بتاعي حصل له كراش، لقيت ان الاب بتاعي حصل له كراش، هو ظاهر لك في الكونسول ايرور اوف هابن، بس من وجهه نظر اليوزر اللي هو ممكن اصلا ما يبقاش بيعرف يفتح الكونسول ان الاب حصل فيه كراش. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ نحل المشكله ان رياكت بتبروفايد لينا حاجه اسمها ايرور باوندريز. ايرور باوندريز هي فانكشن، الفانكشن ديت هي كومبوننت، الكومبوننت ديت بقدر ان انا اعمل لها كرييت، بحافظ في الستيت بتاعها لو حصل اي ايرور في الابلكيشن الكومبوننت ديت بيحصل لها تريجر، واقدر ان انا رندر سم يو اي او اقول اي سيرفيس اللي هي بتعمل ريبورتنج بحيث ان اليوزر ما يبقاش شايف الايرور، يبقى عنده فكره ايه اللي حصل في الابلكيشن. طيب عشان استخدم الايرور باوندريز ديت لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل رابنج للكومبوننت اللي انا هستخدمها فيها. يعني لو انا جيت استخدمتها هنا مثلا حوالين الريزلت،
فانا لازم اراب الايرور باوندريز. في ناس بتيجي تقول لك لا انا مش هراب الايرور باوندريز، انا هعمل لها راب حوالين الاب ككل، بحيث ان لو حصل اي حاجه هنا في الابلكيشن بتاعي اعمل لي ايرور باوندريز. جميل. ولكن انا دلوقتي انا عاملها حوالين الريزلت، فلما جه حصل ايرور في الريزلت فما بقاش بقى عامل كراش وسكت، لا قال لك في الكومبوننت الفلانيه الايرور بتاعك اي كراش، فابتدي تدي سام انسايتس لليوزر هو ايه اللي حصل في الابلكيشن بتاعي. بنهندل ده ازاي؟ من استخدام الايرور باوندريز كومبوننت. تمام كده وضحت؟ هايل هايل جدا هايل جدا جدا جدا. طيب اللي فاهم كده لحد دلوقتي استاذنه يرفع ايده. طيب كويس. المفروض لما انا جيت هنا في الديتيلز ودخلت كده على الديتيلز، الطبيعي ان في زرار هنا كده اسمه ادوبت لونا. الاكسبكتد من الزرار دوت ان انا المفروض لما ادوس ادوبت لونا يظهر لي موديل، الموديل دوت ان انا بقدر اكرييت بيه في يس او نو. لما يظهر يس او نو اقدر ان انا اكرييت اشوف انا عايز ادوبت الانيمال دوت ولا لا. ولو الانيمال دوت ادوبتد فاروح هنا وانا في المنيو هنا في الاب بوينت سيرش يبان لي الحيوان اللي انا عملت له ادوبت. جميل. فديت هيبقى فيها حته كونتكست وشويه حاجات ظريفه كده. حاسين إن, ان 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 ممكن نبتدي في حاجه زي كده النهارده، ولا النهارده احنا خدنا معلومات انف فانتوا تمام؟ يعني قولوا لي كده في الشات سريع، او يا شبل انت ايه رايك نكمل في الحته ديت، ولا هي هتاخد مثلا كمان ساعه كمان شرح، ولا نكمل فيها بكره ان شاء الله او الاسبوع الجاي؟ يعني ممكن الاسبوع الجاي اعتقد، بحيث ان هم يعرفوا يركزوا في الحاجه اللي هم اخدوها النهارده، برضو يرجعوا يبصوا على الرياكت كويري وكده. هايل هايل جدا. يبقى النهارده احنا اخدنا ايه؟ اخدنا الفولدر اللي هو بتاع الرياكت كويري، واخدنا الكلاس كومبوننت، واخدنا الايرور اند باوندريز. هايل هايل جدا. طيب خلينا ناخد اسئله سريعه. ميرسي جدا يا شباب. خلينا ناخد اسئله سريعه. محمد افندي يوسف. يا باشمهندس كنت عايز اسال حضرتك بس عن سبب الايرور، لانه واجهني امبارح وانا بعمل موضوع الايمج، فلما كنت بعمل كونست كده علشان اعمل ماب على الايمج فكان بيطلع لي ايرور، انا هندلتها باليوز ستيت بس ما فهمتش ليه سبب الايرور. يعني عرفت ان هو ما بيطلعش كومبوننت في ال